التفكير في التكلفة العالية لإعادة الترميم تعتبر القوالب الهندسية طريقة سهلة لأعمال التزيين الرخيصة. من خلال إضافة قطع من قوالب الورق على السقف وقوالب الجص على الحائط والغلافات الخارجية والسياجات أيضا، يمكن تحويل الغرفة المملة إلى غرفة مذهلة بأقل تكلفة. يمكن أن تصنع قوالب التزيين من الخشب الصلب أو الرقاقات الليفية أو خشب الصنوبر المتماسك. هذه الصفائح من الصنوبر الشرقي الأبيض ستصبح قالباً متماسكاً. لقد أخرجت من الأتون آلة خاصة تتولى قياس الرطوبة في كل صفيحة للتأكد من أن الخشب جاف تماماً لنتمكن من قصه بنظافة. يوجه العامل الليزر لقراءة أحجام كل صفيحة على حدة. ينقل الليزر المعلومات إلى الحاسوب الذي بدوره يوجه خطاً من أعلى خط رأس الصفيحة حتى نهايتها ولمنحها العرض والشكل المطلوبين، وتحول هذه العملية الصفيحة إلى كتلة. تدخل الكتل الخشبية في جهاز متطور من شأنه التعرف إلى العيوب ونزعها منها. وعند دخول كل كتلة يسجل جهاز المسح كل مكوناتها. ترسل المعلومة إلى الحاسوب الذي يحتسب نقطة القص. وبإرشاد من الحاسوب تقص المناشر أي عقدة أو نوعية سيئة من الخشب. ترفس الآلة القطع المقصوصة التي تحملها الناقلة. في هذه الأثناء تستمر الكتل في تقدمها، فتمر من خلال رؤوس حادة تمسح حافة الأطراف. عند المحطة الثانية تغلف الحافة بغراء صناعي قوي. تصبح الناقلة سريعة فتوصل الكتل الخشبية بضغط قوي، إذ يتم توصيل الحافة بضربة واحدة. عندما يجف الغراء تصبح الأطراف أشد صلابة من قبل. وهكذا يستمر وصل الكتل المجموعة في وحدة مستمرة، فيقصها المنشار قطعاً ذات معايير واحدة. تعرف هذه القطع باسم القطع المجموعة على شكل الإصبع لأنها لم تصقل بعد. والآن يقص المنشار القطع بالطول نفسه، وذلك بحسب سمك القالب الذي تنتجه. المحطة الأخيرة تقضي برسم القطع. تستعمل الآلة المسماة القالب السكاكين الحديدية في صقل الخشب وتحويله إلى الشكل المطلوب. هناك سكين مختلف لكل نوع من القوالب. يحول القالب القطع إلى قوالب بسرعة 30 متراً في الدقيقة الواحدة. القوالب المصنوعة من قطع خشب الصنوبر المجموع أو من الألواح الليفية متوسطة الكثافة هي الأرخص، ولكن لا يمكن صباغتها، ولكن القوالب المصنوعة من الخشب الصلب يجب طلاؤها.